السلام عليكم. صحة حديث قطع السيدة والكلب الأسود الحديث صحيح، يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. لكن جماهير العلماء كما نقل عنهم النووي وغيره يؤولون القطع، فيقولون المراد بالقطع قطع الخشوع ليس الإبطال، ليس الإبطال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس المرور فقط، إنما المرور أن تقطع خشوع المصلي فقط. تمام؟ ما دعني أكمل. الجمهور يقولون القطع المراد به قطع الخشوع، وذلك لأن حديث عائشة كانت تنام معترض النبي وهو يصلي وتنسل أحيانا من أمام السرير، والحمار جاءت ترتع بين يدي الصف، والشيطان جاء من الليل يريد أن يقذف الشهاب في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، ما قطعوا صلاته. السلام عليكم.